السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولأن نوفيكم به فعل فاضح في دورة مياه مدرسة بمصر الأم تقدم الدليل بن طال. كشفت تحريات المباحث تفاصيل اتهام مدرس بالتحرش بتلميذ داخل دورة المياه. في واقعة مؤسفة وقعت بإحدى المدارس في منطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة بمصر، تم اتهام مدرس تربية رياضية بالتحرش بطالب في الصف الأول الابتدائي. وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مهندسة عمرها 37 سنة تتهم مدرس تربية رياضية 36 سنة بالتحرش لابنها الطالب بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة 6 سنوات. وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل اتهام مدرس بالتحرش بتلميذ داخل دورة مياه مدرسة لغات بالمقطم، حيث قدمت الأم دليلا غير متوقع لرجال المباحث وهو بنطال ابنها الصغير وبه آثار سائل منوي من الخلف، لتستدعي الشرطة المشكو في حقه المدرس ومواجهته بما أسند عليه وفقا لما نشره موقع المصري اليوم. وأمام رئيس المباحث أنكر المدرس ارتكاب الواقعة، وتحفظت الشرطة على البنطال لعرضه على المتهم على النيابة العامة للتحقيق. من جانبها، قالت والدة الطالب إمام أجهزة مباحث المقطم إن ابنها يبلغ من العمر 6 سنوات، طالب بالصف الأول ابتدائي بالمدرسة، وأثناء تواجده داخل حمام المدرسة قام المدرس بالتحرش به، وعثرت الأم على آثار على بنطال نجلها وتم التحفظ عليه. وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ولا تزال التحقيقات مستمره. ياتي هذا بعد يومين فقط من حدوث واقعه لاخلاقيه مؤسفه في احدى المدارس في منطقه العمرانيه التابعه لمحافظه الجيزه، حيث تعرضت مجموعه من الطالبات للتحرش من قبل مدرس اللغه العربيه والتربيه الدينيه، ما اثار حاله من الصدمه والغضب لدى الطالبات واولياء امورهن. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدرس تحرش بمجموعة من التلميذات في المرحلة الابتدائية عن طريق ملامسة أجزاء من أجسادهن داخل مدرسة أحمد دويل بمنطقة العمرانية. وبهذا قد أوفيناكم بفعل فاضح في دورة مياه مدرسة بمصر الأم تقدم الدليل بن طال. لا تنسوا اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، تعملوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله.